شريبتكم صح شريبتكم ليالي مايو كاس الشاي والبدر بانواره هل صح شريبتكم صدقوا ودوا هزلوا جدوا موعد للاحباب الكل صح شريبتكم منكم ليكم ملك ايديكم ومعاكم دحلى وطول صح شريبتكم صح شريبتكم صح شريبتكم فيها ترافة فيها تخافة فيها تعب اليوم تزول صح شريبتكم فيها ترافة فيها تخافة فيها تعب اليوم تزول صح شريبتكم شهر الدين مع السهرين يشبعنا موعد للحب شهر الدين مع السهرين يشبعنا موعد للحب صح شريبتكم للحاضرين وللغايبين هدية من القلب للقلب صح شريبتكم 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 سادتي نساتي سادتي مساء الخير صحة شربتكم السعي المتجدد لإرضاء الله وإرضاء الوالدين وإرضاء المشاهدين عدس برنامج صحة شربتكم في جابس في سيدي أبو البابا أو هو البعد والنوى دعاء اليائس واليافع نداء الأعماق يتسلل إلى ذلوعي فرضا كمن بلي عشقا أو شق شقا أصنع الوفاء منك والتقى بلى أنت الطبيب إن أصبت بدا تمر أحاسيسي مني إليك بدون عناء لو جمعوها كتبا وأقلاما صورا وأمالا لملأت قبة الهوى منحوت كلامي في إرثي من قبل أبي وجدي أنا بعد هذه الزيارة إلى جابس وبالضبط لضريح الولي الصالح سيدي بولبابا قلت مهرجانه ينتهي غدا في جابس
في الحلقة الماضية، الحلقة الثانية، الحلقة قبل الأخيرة من صحة شريبتكم، كنا أكرمنا قدماء خزندار. هذا المساء نكرم بادرة في الحقيقة، لا نكرم مجموعة، لا نكرم قدماء، بل نكرم جيل جديد. والبادرة شجاعة لأنه في انطلاقتها ربما صعبة ورهان يصعب ربما كسبه في مثل هذه الحالات، لكن أعتقد أنه صحيفة لابريس رفعت التحدي وكسبت الرهان ببعث مجموعة طيبة اختارت لها ملحق أسبوعي يصدر بانتظام. وهذه التجربة شهدت من حياتها السنة الكاملة بأشهرها الاثني عشر. التجربة فريدة من نوعها في تونس. وقلنا هذا المساء في صحة شريبتكم نكرم هذه المجموعة، فتحية لنادي شباب صحيفة لابريس ضيوفنا هذا المساء. الطريف الأمر هو لطفي، بما أنك دي مسؤول على هذا النادي لاحظت لي تصفيق أحر كي ذكرنا جماعة لابريس قبليك شوية تعب التصفيق. لطفي، إذن هذه المجموعة الطيبة، أنتم بالفرنسية تقولوا كلوب جون لابريس، وتصدر ملحق أسبوعي، وهذه التجربة للأمانة نقول إنها انطلقت على يدي زميل صحفي شخصيا أقدره واحترمه لمستواه الجيد نبيل قاسم، ثم تناول المهمة زميل رشيد فازع، ووصلت إليك منذ 6 أشهر. نشكرك سي نجيب، ونشكر كل أسرة الإذاعة وبالأخص يعني أسرة برنامج صحة شبابكم على البادرة الطيبة اللي حقيقة يعني نعتز بها ونعتبرها بالنسبة لنا كسب. ثم تعديل ربما ظريف فيما يخص تقديمك سي نجيب، تاريخ يعني صحيفة جون لابريس هي سنتين، ونبعدوا أكثر، يعني التجربة كانت عندها سنوات. ربما تأثرت بالتخفيض من رمضان، خفضت لكم 50%. يعني مثل ما أيام تجارية. صحيح. يعني بدينا التجربة كصحيفة داخل صفحة داخل الجريدة. نعم. ثم سنتين التالي خذا كما ذكرت أنت الأخ نبيل قاسم وزميل، وبدأ مشروع الملحق. نعم. وخذا عليه المشعل لرشيد الفازع، وثم من بداية السنة خذيتها أنا. الصحيفة نتاعنا تعمل في ظل جريدة الأم اللي هي لابريس. نعم. واللي والحق يقال يعني كانت شجاعة لدرجة كونها أنا أدات يعني الأمانة وأعطت لشباب يعني ما عندهم حتى خبرة صحفية، شباب تونسي يمثل كامل الجمهورية، وخرجنا أكثر يعني ربما القطر الإفريقي، إذ عنا وخيان يعني من موريتانيا، عنا وخيان زيرية، عنا وخيان يعني فرانسيس شاركونا الصحيفة. يعني اللي نحب نشير كونها أول ربما عمل على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي، وربما نقول على مستوى العالم أجمع، إذ جريدة يعني كبيرة كما لابريس تعطي كليا المسؤولية لشباب ما عندهم حتى خبرة صحفية، وتكلفهم بقيام يعني إذ أنا في الملحق متاعنا ما ثم حتى إنسان بروفيسيونال يعني محترف. كل يعني ما يقدم يوم الاثنين من الواحد يقام به يعني يقوم به كل شباب مختلف في المستويات، عنا الطالب، عنا العامل، عنا الأستاذ، وعنا في بعض الأحيان حتى العاطل اللي ربما وجدنا له حل وجد شغل. يعني من تصميم الملحق لكتابة الواحد للبحوث اللي يقوموا بها كلها يعني قائمين بها. والباب نتاع الصحيفه الملحق هذا مازال مفتوح يعني؟ مازال دائما باستمرار مفتوح. فيما يخص نحب نفتح قوس نقول كونه على غرار يعني ربما برشا تجارب في العالم صارت، صحيفتنا يعني ماهيش مغلقه على انفسها، ربما ثم مؤسسات قامت ببادرات من نوع هذه، لكن كانت ربما منغلقه على انفسها، فنحن مفتوحين يعني لكل تونسي وكل يعني شاب يعني عربي او افريقي يعني، وهذا ايش قاعد يصير. والتجربة هذه يعني نجم نعيد يعني فريدة من نوعها، ومفتوحين لكل. على كل نعتقد لطفي أنه هذه تجربة بالنسبة لصحيفة يومية فريدة من نوعها، ودليل هو ما يصدر بانتظام ونتابعه. وحق الحق لابد باش نشير أنه أيضا اتحاد منظمات الشباب يصدر للشباب الأجيال وجونس ماجازين، لكن هذه زوج مجلات مختصة، لكن بالنسبة لصحيفة قلت إذن نعيد، إذا في إمكان الشباب أنه يلتحق بهذا الباب بإمكانه. ما ثم حتى مشكل، وأنا نوجه الدعوة لكل شاب يعني يلمح في نفسه يعني الكفاءة والقدرة، يعني ومش لازم يكون يعني عنده مستوى، احنا موجودين هنا يعني كملحق باش نعاون
نعاونوه نمدوا له يد مساعده ونرجدوه. وفينا يعني النتيجه كونه ثم برشا وخيان من الشباب اللي معنا برزوا واختاروا طريق الصحافه وينشطوا الان يعني في الصحافه في جريده لابريس. يعني ما ثماش ما يتقصر على مجموعه معينه بل مفتوحه لكل الشاب. واذا تسمح نحكي شويه على الملحق بيدو يتقسم يعني الصفحات يعني ثم كل المواهب تنجم. ثم عندنا صحيفه يعني علميه، عندنا صحيفه يعني اجتماعيه، عندنا صحيفه ثقافيه رياضيه يعني العاب كل يعني صفحات معناها متنوعه. صفحات متنوعه يعني نجم الشاب فهمني سواء بالمراسله او سواء بالحضور. اذ ان احنا النادي نتاعنا ماهوش نادي يصدر جريده برك، عندنا انشطه اخرى. ومثال على هذا وجودنا هنا يعني قمنا برحلات، قمنا عنا لقاءات أسبوعية سنجيب إن كل ما شخص يعني يبرز على مستوى القومي أو مستوى العالمي يكون عنده صبغة سواء فنية أو يعني يهم الشباب إلا ونستدعوه في النادي متاعنا ويصير معه حوار وجدال. وعندنا برشا أسماء يعني استدعيناها من باهي. على كل لطفي ما زلنا مع بعضنا في السهرة وما نحبوش نطير في الحديث، انتم ديما تقولنا متثرثروش برشا في التلفزه، نظل تعطينا المثال هذا المساء. فمرحبا بك ومرحبا بهذه المجموعه الطيبه ومرحبا بهذه الورود ايضا التي ستعطي نوع اخر ورونق اخر لسهرتنا هذا المساء. و انت حكيت انه صحيفتكم مفتوحه لكل الاسماء البارزه اللي انا قبل نادي. شكرا لك. اذا قلت احنا عندنا مجموعه طيبه وثالوث من الهند يزورنا هذا المساء في برنامج صحة شربتكم، والفضل يعود لشريف العلوي ضيفنا من ضيوف نجوم هذه السهرة. هذا الثالوث يتكون من السيدة جونيل والسيد ترالاغاتي زرايت والسيد نانان دانيكار. إذن هذا الثالوث الهندي القادم من الهند في قطعة موسيقية مباشرة وخصيصا لبرنامج صحة شربتكم. Let's go. Okay. Thank you.
بالنسبة للعروض وبالنسبة للعمل الذي يقام. فيما يخص العملة الصعبة، لما ندخل تونس أعتبر نفسي تونسي وتعامل معناها مع المهرجانات كأي فنان تونسي، وهذا الأهم. يعني عندي الوطنية هامة جدا لأنه هو شعور داخلي وليس خارجي. وأشكر يعني خاصة هيئة المهرجانات هذه السنة. يعني حاليا نحن في حوار، فيما يخص المهرجانات، لأن المجموعة هذه السنة مجموعة طيبة والعمل جبار، لأن الأعمال فيما يخص المهرجانات بدأت تتحوصل بشكل غريب جدا، لأن أسرع فأسرع، وهذا التنظيم ينبأ بالخير. لأن بالنسبة للموسيقيين، بالنسبة للعازفين، وبالنسبة أيضا للخلاقين والمنظمين، فإذا البرامج يعني تتنظم قبل بأسابيع أو قبل بأشهر، هذا يعني أن المهرجانات ستكون منظمة، والمستفاد في هذه الحوصلة هو الجمهور. الجمهور وقيمة العروض أيضا التي ستقدم لهذا الجمهور. لابد أن نشير بين قوسين أن الشريف العلوي له إعادة، والإعادة فيها إفادة في سارة هذا المساء في عمل ثاني يقدمه للجمهور التونسي بعد هذا العمل الأول اللي يكون بكرة إنتاجه بعد غيابه. ولابد أيضا باش نبرز أنه الصور التي اعتمدها حمادي عرافة كتحلية وتنميقا لما قدمه الشريف العلوي هي للصديق العمر، لصديق العمر يوسف الرقيق، لأنه فتحية ليوسف الرقيق على هذه الأعمال، خاصة سمجيب. هناك أيضا العمل والوفاء. إني أشتغل منذ أن دخلت إلى تونس بعد غياب، أشتغل مع صديقي وحميمي في حياتي الفنية، لأنه أستاذي الأستاذ محمد علي الصفاقسي، الذي وظب يعني القطعات الموسيقية، والذي قام بعمل منذ صغر يعني سني، منذ عمر يعني. على كل حال سنعود لهذا، سنعود لمحمد علي الصفاقسي خلال هذه السهرة. الآن باش نعمل مسابقة، لأنه نادي الصحافة كلوب جان لابريس، هذا الملحق الأسبوعي، دائما يكتبون وفيهم الطلبة فيهم التلاميذ. وأطرف ما قريت أنا قبليك، قلت نادي لأنه قريت هذا الأسبوع مقال، هي تلميذة هذه البنت والصحفية الشابة تحكي يعني الأساتذة يجب أن يفهم وضع التلامذة في آخر العام، فكانت ربما لسان حال التلامذة. حابين نعرف هالتلامذة وهؤلاء الشبان شنو متابعتهم للشعر. إذن المسابقة نظن جاهزين، والمسابقة هذه مفتوحة كما فتحناها الأسبوع الماضي قدما أخذنا دار، هي مفتوحة الآن لشباب لابريس. هك حاضرين مسابقة في الشعر، خمسة أسئلة باش نلقيها الآن، كل إجابة صحيحة تساوي 20 نقطة بالنسبة لكم. للفوز لابد باش تحرزوا على 100 نقطة، متفقين؟ لكن ممكن نضيف زوز أسئلة باش نقوي لكم الحظ أكثر، إذا ما وصلتوش لمئة نقطة بعد خمسة أسئلة ممكن نضيف زوز أسئلة حتى نمكنوكم باش تاخذوا المئة نقطة. على كل إن شاء الله نبدأ بالعشرين نقطة الأولى. المسابقة هذه باش تنطلق من بيت، بيت شهير جدا، يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده. هذا البيت هو مطلع قصيد شهير حاول مئات الشعراء العرب في المشرق وفي المغرب النزج على منواله وكتابة معارضات له، وقد أحصيت أكثر من 200 قصيدة كتبت على منوال هذا القصيد الذي نظمه شاعر ضرير من القيروان عاش في القرن الحادي عشر ميلادي. باش نسمعوكم الآن هذا البيت، يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، والمطلوب منكم اسم الشاعر هذا اللي نسأل عنه، أصيل القيروان، شاعر ضرير من القيروان عاش في القرن الحادي عشر ميلادي. زين العابدين ونوال في هذا البيت الأول، تفضلوا. Thank you.
من هو صاحب هذا البيت؟ ثم محاولة الاسم لا. الكريم أختي حتى نتعرف عليكم معناتها. ليلى قاسم. ليلى قاسم. قاسم. أي يا ليلى؟ هو علي الحصري. علي الحصري 20 نقطة والجواب صحيح. إذن بداية قوية. مش نسمع الآن البيت الثاني. تفضل نوال، تفضل زين العابدين. صوبت في الإعادة الثالثة مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. ما اسم صاحب هذه المعارضة لقصيد علي الحصري؟ محاولة بيرم التونسي. لا مش محاولة أخرى؟ مش محاولة؟ مش محاولة؟ الجواب الصحيح الشاعر أحمد شوقي. إذا نكتفي بعشر نقطة. السؤال الثالث يعني البيت الثالث دائما في المعارضات هذه قلت أكثر من 200 قصيدة خذينا منهم البعض وشفنا أحمد شوقي صاحب هذا البيت مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. البيت الثالث تفضل نوال. اسم صاحب هذه المعارضة لقصيد علي الحصري؟ محاولة برك أما يظهر لي مصفى خريف. ثماش محاولة أخرى؟ لا. تونسي هون عونكم. غناه الأمس وأطربه وشجاه اليوم فما غده. ثم محاولة؟ أبو القاسم الشابي. والله قلتها في قلبك. أبو القاسم الشابي غناه الأمس وأطربه وشجاه اليوم فما غده. باقي في 20 نقطة ضيعت فرصة قلت لك تونسي. أي سديه أي زين العابدين أي نوال. البيت الرابع يعني السؤال الرابع المعارضة الرابعة. العهد هلم نجدده فالدهر قد انبسطت يده. العهد هلم نجدده فالدهر قد انبسطت يده. العهد هلم نجدده فالدهر قد انبسطت يده.
إذا انطلقنا بيا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده لعلي الحصري. قلنا عارض قصيد علي الحصري أحمد شوقي بمضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. وعارض قصيد علي الحصري أبو القاسم الشابي بغناه الأمس وأطربه وشجاه اليوم فما غده. من عارض قصيدة الشاعر القيرواني علي الحصري اللي سمعناها الآن؟ معارضة لشكون؟ كل المعارضات لقصيدة علي الحصري. العهد هلم نجدده فالدهر قد انبسطت يده. ما اسم صاحب هذه المعارضة وهو تونسي؟ لا، جورنال لابريس. محاولة يظل بين لا ذكر في هذه السهرة. الشعر يظل من عشر مصفى خريف. مصفى خريف الجواب بالعنف صحيح. أو سيدي إذن مصفى خريف. العهد هلم نجدده فالدهر قد انبسطت يده. أي سيدي عاوناكم برشا في البركة، وصلناكم للأربعين دوا، عاملة لأرواحكم دوا، شباب راكم رجال ها ونساء أيضا. أي سيدي ننتبه جيدا، وأعتقد أنه هذا باش يكون أسهل ربما ما يقدم في هذه المسابقات. أي نوال تفضل زين عبدين. اليوم الأسعد مولده مصباح الدهر وسيده. اليوم الأسعد مولده مصباح الدهر وسيده. اليوم الأسعد مولده مصباح الدهر وسيده. ما اسم صاحب هذه المعارضة لقصيدة الشاعر الضرير علي الحصري؟ مش محاولة. والاسم ذكر في السهرة. بيرم التونسي. الجواب صحيح. إذا نكمل مع زوز معارضات أخرين، وصلتوا 60 نقطة. الآن نوعدكم ما عادش باش نعاونكم. نوعدكم، وعد شرف. كلمة نتاع رجال. بالله 40 نقطة إضافية. السؤال السادس. تفضل. ما بال الحب يشرده فالقلب تهدم معبده. ما بال الحب يشرده فالقلب تهدم معبده. ما بال الحب يشرده فالقلب تهدم معبده. الجواب ملا جواب. إذن هذه المعارضة لشاعر قيروان الضرير علي الحصري كانت من الدكتور الشاعر أيضا ابن القيروان الدكتور جعفر مجد. يمكن نضيف أنه أيضا ليل بالسهد أكابده قد ذاب بأنجمه غده محي الدين خريف. متأسف أنه ما كانش هناك فوز. المهم هو أنكم حضرتوا معنا هذه السهرة، وحبينا باش نعرف معلوماتكم في الشعر صفيهم بالغربال الليلة من خلال هذه المسابقة. الغربال ما عندهاش برشا حاجات، وهذا يمهدنا هذا الموضوع حول الغربل، وهناك جهة مختصة
في هذه النوعية من الصناعات اليدوية متميزة، والعدسة عدسة صح شربتكم سجلت هذا الموضوع. هذا الموضوع سنقدمه إلى جانب موضوع آخر طريف أعتقد، لأنه الكرارس ربما ما شوفوهم برشا وربما حالات نادرة جدا. قلنا في هذا البحث عن خصوصيات في شهر رمضان فكرنا أيضا في روبرتاج آخر، فنحاول هذا المساء أنه نجمع بين الطرب في الاستوديو وما بين الروبرتاجات. انطلقنا بروبرتاج إذن من تونس رمضان 57 ونوصل الآن إلى الغرابل. كنت نستنى لطفي أنه يكون عندكم جواب صحيح، أنا والله أنه من الشعراء اللي معروفين كل، والمعارضات هذه شهيرة جدا. ربما في جل عملنا نركز أكثر على ربما، وربما الشعراء باللغة الفرنسية يعني مضطر ما فيها بس كان تحطوا معهم في الغربال شعراء تونس وعرب. إلى الغربش تفضل حمادي. ما عاد باش نعمل منه البندير والطار والدربوكة والطمطام والطبل وجلد الظان العلوش كيف هكا منو الغربال خاطر هذا أقوى يعطي حس خير للفن، هذا يخدم الفن هذا ما يخدم. تو بعد التنجير تنجير الشعر ايه نبلوها في الماء في الماء، وكانوا بندير عندنا قالب في الحبل نكبسوا به، وكان دربوكا نبشمروها زاد نكبسوها ونحطوا الكولا من هذه الكولا وبالنيلون كيف هيك عندنا هيك جعبات نيلون زاد اللي نخدموا بهم. مقص خاص سي بشير خاص هذا عمره 25 دينار تلوه في القربان. ها نخدم بها هيك هيك طاسة الماء وهذه الطارة الثانية ندوروا بها هيك. وردنا قد عمرها حاجة؟ ياش هي 40 سنة. قد ليك في سنة حاجة؟ ياش أنا عندي فوق تقريبا 55 سنة. من عمري 9 سنين 8 سنين تعلمت على الوالد؟ لا على اخويا على ولد خالتي. قد علمت كثير ياش كثير من 40 رقم هو كبرت مع سنادر ودار ضعاف وسلعة غلات ياسر غلات ياسر اللي تعلم أنا بجودي مقاش نخدم كي قبل مع سنادر حتى ربعه قبل في الغزمة مع سنادر اللي أنواع متى جلدة مرهيب يجي دقيق واللي أمتن شوية شيش واللي أقوى شوية شعير واللي متين برش أزرد. كيف استعرفوا؟ نعم من المتن متاعه من اللي احنا نفصلوا هيك البطانة نفهموها هذا كيش جيه كيش هذا هو الشيش توجيه تزدر متاع متاع الزدر رهيف ضعيف يجي دقيق الجناب الجناب يجي الشيش كيف هذا والظهر اقوى امتن وين البركوش من اسمن علوش وين يجي يجيبوا اقوى وقتاش يرهاب العلوش كيف يشرب الماء قد ما هو يرضع في امه ديما جلده قوي فهمتي ما شربش الماء يولي جلده رهاب وديما جلد ناعجه ارهب من جلد البركوش نعزة ولا نعزة تخرج جلودهم أرف جيو دقيق لوح تشري حاضر ها لوح طلب البيت حاضر ها احنا نقبوه احنا نقبوه نقبوه شدوه خدها حسنا احنا نقبوه لكن ما قولوا تشيش تنقبها وسع شوية دقيق أجود شوية تدو تتشيش تجيب زوج ودقيق بثلاثة ولا برد وانا شعير ولا زرد بخير بالحساب بالترتيب بعد العملية تولي خيط بخيط واخد لازم خيط بخيط بعد ما ولي خيط بخيط نولي واحنا نير هنا هيك يوفى لكم بلاي انا نكمل هون كم غبار هكي بشير العملية سهلة بكل وهو سيدي هذا في الوسط قد قد نحطوه باش هو يتحكم نولي وهدي يولي هذه نحيوها يولي هذا قائم بواجبه قولوا له احنا مسمينه الجام عند النساج يقولوا القرص احنا نقولوا الجام
تخلي ستة نقب ستة مثلا ستة ستة سبعة سبعة أنت والنقب كانوا جوين كانوا النقب مضيط تخلف خمسة أما بالحساب بالهنزة بنتي فكر طول خدمة كل بسنارة يا سنارة طيب شوف المهم انتاح إذا كانوا خيط هذا الشيء والسنارة هذا يبقى مع الغربال يبقى لين يموت الغربال يموت معها كان هو اللي شاد الغربال كل سوا كان يبدأ القوي من هذا اللي خيط بخيط ما يتشحطش الخيط على الاخر ولا تخليه ديما باهي يرفوه ما كيف يكمل الغربالي واللي مشطون قد بعض يشيح ينزع ليه هيك باش ما ترفع هذا النيروه كيما بكري توا ريت الدين ناير به توا التنيير الخيط اللي سديت به من الاول يعني اغلظ من الخيط اللي اغلظ ما كنت تعمل الخيام يجي نسيجة السدة بالغليل ونسيجة بالجوي خلطنا لنسيجة هذا يسمى تشيش بتاع كسكسي فما ايش فرق ما بين الغربال المصنوع بالباهي والغربال السواقي فما المندينة المركبة كما يقول أصغر الأكبر لحاجة وفما اللي مطلع من يد هيك خير فما اللي يصنع بالمندينة وناس تشريه وتركبه بسباوله لكن هذا أحسن وأغلى عنا احنا قمنا بأكثر من جولة الجولة انطلقت من جابس بسيدي بولبابة وانتقلنا بعد جابس إلى عديد مناطق الجمهورية منزل تميم بنزرت ثم كنا الآن في المنسير سنعود إلى جولاتنا لكن الآن باش نستضيف قليبيا من خلال شخص الفنان زين الصافي وهذا الفنان يمارس الفن للفن كانت له مشاركة ناجحة في تظاهرات دولية كانت له أيضا مساهمة فعلية وناجحة في مهرجان المدينة واليوم يأتي لبرنامج صحة شربتكم صحة شربتك زين دائما مع رفيق العمر هو تلميذك ولا لا ماكش تقري فيه أنت لا يخدم موظف تلامذة توك شوفوك في التلفزة شو يقولوا على قولكش على قولكش سيدي شفناك البارح في التلفزة هكا هي بالطبيعة وبعد ما ريت يكتبوا لي حاجة فوق السبورة مثلا يكتبوا لك يكتبوا لي مثلا كلمات اغنيه قالوا لك شاتك الصحه ولا حط لك عدد هكا لا لا يكتبوا لي مثلا كلمات اغنيه من الاغاني اللي نغنيها ما يكتبوا لكش تعليقهم على العرض بعد مريت ان شاء الله نهار الاثنين هذه يكتبوا لك حاجه تشجع فيهم انت حتى تشوف رايهم في استاذهم بكل صراحه زين اتيت بالجديد وجديدك في جزئين جزء اول هو مناسبة تظاهرة دولية وقعت لمقاومة المساكن البدائية وتقاوم الفقر إذا انطلقت من موضوع الفقر لتقدم هذا العمل الكتابة أصلا لشكون؟ لبابلو نيرودا وهو شاعر ميشيلي وترجمت من الإسبانية إلى العربية من طرف أحمد موسى إذا نسمعك في هذا العمل الأول مع كل فقير
المستحيل ستلقى غنائي، في مستشفى المستحيل ستلقى غنائي. أنا في كل مكان في بحار الصيادين، أنا في كل مكان في بحار الصيادين. في المنجم حيث الريشان يمسحون العرق الأسود، ولأنك كنت قاسيا أنا قاسي إني أحاصرك أيها الفقر، إني أحاصرك أيها الفقر. ألاحقك أترقبك أترصدك، ألاحقك أترقبك أترصدك، ولأنك كنت قاسيا أنا قاسي. الصافي الأولى في هذه صار لديه هدية ثانية ويحبها تقترن بموضوع الأم سيقدمها بعد ما نجري هذه المسابقة الثانية مع السادة النظارة. إذن زوز مسابقات كل حلقة، مسابقة حول شخصية ومسابقة تنطلق من الكاريكاتير رسم، وهذا الرسم يقدم مثل شعبي. إذن ناخذ التليفونات أولا باش تعرف على ثلاثة مشاركين هذا الرسم. إذا ما لقينا جواب في التليفون مش نعطي الفرصة للضيوف الحاضرين إذا ثم شكون عرف هذا المثل الشعبي التونسي. إذن نتعرف أولا على المشاركين الثلاث في هذه المسابقة الجديدة. ألو، عسلامة. الاسم الكريم الساعة شريبتك منين يا سي عمر؟ معموري منين؟ من الهوارية. هاو من قليبيا جارك هذا؟ اي به. ناخذ محاولتك سيدي، نوريك الرسم شوفوا مليح او باش نرجع لك على الشاشه الان وتقول لي شنو المثل الشعبي. واضح ياسر المثل الشعبي. اي ستي الجواب ياسر معموري. الجواب خويا المعموري. نعم. اي سيدي يا حبيبي. نعم. يلا مش واضح. ما عندكش معناها مثل تقدمه لنا؟ خرج بشلاكته. ما نعرفوش المثل هذا. خرج بشلاكته، خرج بشلاكته ورجع بلاش. باهي، شكرا سي معموري، بارك الله فيك. ناخذ المكالمة الثانية والمحاولة الثانية. الو. عسلامة. عسلامة. الاسم الكريم. غزاني نظام بنزرت. منين؟ بنزرت. بنزرت؟ اي نعم. مرحبا. يا عايش. يا بنزرت. هل دخل دخول حمام خروجه؟ دخول حمام خروجه مش سهل. اي نعم. يا سيدي شكرا، ان شاء الله في محاولة أخرى. تبارك الله. ناخذ المكالمة الثالثة الآن، والتليفون الآخر الثالث اخترناه من دليل الهاتف. ألو. ألو. عسلامة. عسلامة. الاسم الكريم. مرحبا اسماء. دخلت الحمام وخرجت ازاي؟ ما دخلتش الحمام انا.
شكرا لك يا أسماء، بارك الله فيك. تمش محاولة سيناجيب محاولة بالله دقيقة حتى تمشي لك العدسة. الآن سقسمه هكذا. إيه نعم، حنتك في الأقدام وساعدك القدام. يا لله بارك الله فيك، والجواب صحيح. إن شاء الله حنتك في الأقدام وساعدك القدام. إذن وأخيرا لكم جائزة هذا المساء. أنقذت الموقف الأنسة قصم، وهي أول ما شاركت في المعارضات جاوبت صحيح. الزين في قطعته الثانية والأخيرة هذا المساء، تفضل. Yes.
زينو صافي زينو صافي. فشكرا على هذا الإثراء لهذه السهرة، إن شاء الله مسبقا عيدك مبروك. تحية لزين الصافي. بس تشوف كرس شوية في البلاد، تشوف شرساء كروسة كروسة تقريبا ما عنيش في نابل. في نابل في نابل فهم. بي على كل حال عزين الحرباوي في تأشيرة خضراء من حمادي عرفة في ريبورتاج يقدم فيه موضوع الكرس. ما تشوفهمش في قليبي قلت؟ لا ما عنيش. في نابل تشوفهم بالمناسبات ولا باستمرار؟ المناسبات يظهر لك تقلصت ما عادش موجودين برشا. أنا أصبحت حاجة مرتبطة بالسواح أكثر من الاستعمال العادي اليومي. على كل قلت زميلنا المصور عزين حرباوي تناول إشارة خضراء من حمادي عرفة وأعطى من نفسه لهذا الروبورتاج لصحة شربتكم. تحب البغلة تدور والخطوة خطوة تبر ويدا وين أيامك يا كريطة وين أيامك يا كريطة وين أيامك يا كريطة لا تجري لا تقوم العريطة وين أيامك يحب يفوت الميناوي في السبيطار اصبح حداوي ومرضو ولا تحت تاوين ايامك يا كريطة وين ايامك يا كريطة وين ايامك يا كريطة لا تجري لا تكون العرطة وين ايامك لا انا عندي الكريطة خير من 10 كره تمشي في الثنايا العربي في البيست وتستعمل الطبعة أقل مشاكل من الكهرباء ياسر ما كانوش الكهرباء يا أخوي كنا نمشي ونتني تونس ونمشي ونصفر ونحب بالكرار نعم منذ أقدم العصور كانت العربات هي وسائل النقل الوحيدة لدى الفراعنة والرومان وكل الإمبراطوريات لكل عربة وظيفتها الخاصة منها للسياحة والترفيه وأخرى للحرب والمعارك وأغلبها لنقل الأشخاص والبضائع فهي تخفف على الإنسان الأعباء سي محمد الصالح بن عمار مارس المهنة متاع صنع الكرارت لو كنت عرفنا بأنواع العربات هذه المجرورة العربات المجرورة اللي كانوا في العواصم في العاصمة التونسية فهمت هي الكريطة هذه فما الشريطات متاع الفلاحة وفما الكاليسات والجرادم والكرارس اللي كانوا يعوضوا طوى التاكسيات أنا نتفكر فيهم على الأول ما بديت نتعلم في الصنعة 27 صناعي في العاصمة بقلية فما المسلمين توانسة والأكثرية مالت وطلي الأكثرية فهمت؟ من أمثالهم؟ من أمثالهم في ناج السبخة كارميلو سكامبري وسابادور منزيلا وغومبان واللي لوطة بحذايا سابادور واحد للآن مازال يخدم الله يعينك مسيو سلفادور لاباس شن أحوالك الحمد لله شنو هي الصنعة متاعك هذه صنع كالناس تصنع الكرارس ايه لنقاد نعمل الريباراسيون نعمل جديد وقت فما فك الوقت كانوا يميلوا للكرارس والعربات هذه اوهو من كل جي من كل بر جيوا جيوا من قابس من صفاقس من كل بقى جيوا حتى على ساقيهم جيوا بالكرارت نكبسوهم نعملوا من الكرارت نفكر فما جلابة يجيو مسكنية برشا يجيو الكودي كل بقى يجيو توا يجيو
اللي عندهم السواني من منوبة ورواد ومرناق مشي هذا توا يجيو من الغادي ما عادش يجيو حد. كيفاش تعلمت انت يا مسيو سلبادو؟ نخدم كل قريب في الحانوت نخدم في الحانوت وعلمت خاطر كان قبل نخدم كله في الفرن خدمة كلها كان في الفرن مش للسدور الاتريك كان ستيت حاجة يابسة بش واحد تتعلم كان مش مغروم متعلمش. هي عز حاجه في مانتي شنو انا تربيت فيها انا صغير وتنساش هذا يا وليد تربى في حاجه ما تعز عليه ياسر. شنو هي المزايا نتاعها؟ المزايا نتاعها انا عندها فضل على الفلاح عندها فضل على الصناعيه عندها فضل على كل حد منها فضل الكريطه ما يكبرش عليها حتى فضل. كيفاش تصنعوها؟ نصنعوها هي صنعه مندمجه في زوز صناعات الصنعه الاولى اللوح الخشب وبعد الحديد. والمغزل؟ المغزل هذا حديد كانوا قبل في الماضي يعملوهم الخشب المقوى كما قلت لك هذايا الكوبو عبر عليه بالعربي كوبو مويو بالفرنسوية فهمت يعني نوع اللوح متاعه بالتوت صناعة التوت وأورمو نوع اللورم يتسمى لورم بالفرنسيس وهذه الكريتا فهمتني كما قلت لك هذه أورمو وهذايا يجي شوك غالب الأحيان يجي شوك وهذايا بلنز وكذلك كلها بلنز ودردار يقولوا له دردار لوح دردار فرين فرين دو فرانس يقولوا بالعربي اسمه دردار فهمت والمغزل حديد فهمت وهذيك زينتها هذه الزينه الاصليه الزينه الاصليه اللي من عام 20 لو تتعب كي تخدم وحدي بالسيف الخبز حلو باش تاكله ومر باش تصوره فهمت هذا هو مسيو سلفادور توا وكان تعطينا فكرة على الجردينة كيفاش تبدأ من الأول لآخرها كيفاش تبدأ الصنعة نتاعها كيفاش تشري الأستات اللوح بلاتوات وبعد نقصهم في نفصلهم ونمشي نقصهم ونندفهم وكل شيء ننقبهم وبعد نعمل كادر وبعد نعمل الحديد نعمل كل شيء. قداش عندك في المهنة هذه؟ عندي تقريبا 43 عام بل كنت أخدم على داري كرت على داري بحمال وبعد تالي استعملت كريتة وبعد تالي عملت كارو الحمل علي والحمد لله عايشين لطب الخبزة ونقوم في الصهر الحمد لله. الكارو هذا تلقى القطاع الغيار بتاعه؟ إيه نعم يجود عندنا سلاح تسلح ويطلعوا ويأخذ اللوح ويأخذ الحديد الفرع يقدوه يعودوا يسلحوه من جديد ويعودوا نخدموه كو. توا المهنه هذه فهمتي ولا كيفاش تظهر لك انت بعد 43 سنه هذيك مهنتي ما عنديش حتى ثنية شابه اخرى كانك هذيك المهنه نتاعي كان نصور ولا ما نصورش اليوم النهار نصور ونهار ما نصورش والحمد لله عم نصور نصور مش ما نصوروش كل يوم عايشين الحمد لله وهذيك المهنه نتاعي ما عنديش حتى ثنية اخرى وزين الحصان يحطوا له عده حاجات كيما التقارط بجنبه فهمتني وبعض ورود هكا فوق راسه اصطناعيه مش ورود حقيقيه فهمتني بالزينه الزينة باش يبدا ماشي يبدا عنده رونق الحصان والكريته كذلك الخدمه نتاع كيف نعم فن فن فن. علمتش اولاد في المهنه هذه نتاع الكرارت؟ ما علمتش اولاد في المهنه هذه على خاطر ما يتيقوهاش فيها شويه اتعار وفيها رزن ثقل كذلك فهمتني والاوساخ كلها مسخه خاطر الحداده وما يتبع ذلك يعني فيها شوية مشاق. أنت انتقلت المهنة أخرى؟ انتقلت للنقش على الخشب هذي فهمتني لأن هذيك انتهى أمرها وشديت النقش والتذهيب الصنعة هذي فهمت مش ما نقعدش عاطل عندي خدمة وكذا تعلمتها فهمت على عدة صناعية علموني ناس أكفاء توا بعد ما يطيحوا مش يطيحوا الحومه هذه فين مش تنقل ونعرف انا مش نقل ربي يعرف وين مش نقل كان نقل في الجبانه ولا في الدار ونعرف
توا نعرف توا هوني وبعد ربي يعرف كل شيء. العربات المجرورة
أحبه غدر غدر وراه خلك ثواني تمر خلك جراح اللي أحبه غدر غدر وراه خلك ثواني تمر خلك جراح وأنا حزين مخلص أمين وأنا حزين مخلص أمين حكم الهوى ظالم صحيح حكم الهوى ظالم صحيح في وجهك صحفي انت شو رايك اولا في الصوت نتاع فيصل الريحي؟ والله هي بكل موضوعيه انا نتصور لي صوته عنده طاقه يعني طيبه ياسر وثم يعني جهد ونتصور ثم له مستقبل يعني في تبقى عندي ملاحظه ربما انا لاحظ مش موذه يعني من لاحظ كونه الشباب الكل يعني تبارك الله عنده مواهب كونه نمشيوا اكثر يعني ياسر للشرقي ربما النغمة السيدة أكثر الآن نتصور كونه فيصل يعني يبحث في طريق يعني خاص به يوالم صوته يكون هذا ما يعنيش أنه الأغنية اللي غناها توا يعني طيبة وعندها مستوى تبقى نتصور فيصل يكون تونسي 100% على كل الثابت هو أنه القدرة الصوتية بتاع فيصل الرياحي لا جدال فيها ثم المجهود اللي بذله الملحن محمد الماجري اللي كتب ولحن هذه ثم الظاهرة الجديدة في تونس ولات أنه بعد الدعوة اللي توجهت بها وزارة الإعلام في دراسة موازين الدولة لتشجيع الإنتاج في الشركات الخاصة هذا مجهود لتشجيع الأصوات التونسية ثم الحان أخرى ما زالت للشادي الحاجي ثم لسليم دمق فحبيت نحيي الملحن الشاب محمد الماجري على المجهود وهذه باكورة الثالوث إن شاء الله في الأسبوع القادم مش نقدم أيضا إنتاج جديد للفنان محمد الماجري تحية لفيصل الرياحي على هذه الأغنية فيصل نجي معايا فيصل باش نقدموا جوائز لفائزين ونجي منها فيصل أول جائزة أتعليك هكا الميكرو نرتحوك منه الجائزة الأولى كتاب قرآن في طراز رفيع جداً
سي محمد علي جلاصي فاز الأسبوع الماضي بكتاب قرآن مذهب. تفضل فيصل. سلام أخويا. كل حال إن شاء الله مبروك أخويا. أحسن ما يهدى في شهر رمضان المعظم. هنيئا لك بهذه الجائزة وتحية لمحمد علي أجلف. تفضل. ثم هذا البراد، البراد في الصيف الأخ من زغوان سي نور الدين بن مبروك. تحية لسي نور الدين. أنت من زغوان، من بلد النسرين هكا ولا؟ بالضبط من زريبة قريب. زريبة، حمام زريبة معروف. شو أتيت بهدية؟ أستضيفك في حمام زريبة وأقدم إليكم هذه التحية، هذه الهدية المتواضعة. يكشفوها خير تقول أنت. خاطر المقرطس ما نحبوش أنا. هكا القرطس في الشكارة. لا نقرطسوا حاجة، لا نقرطسوا كلمة، لا نقرطسوا خبر. كل شيء والله إلا برضاء الوالدين. يا سيدي بارك الله فيك. كلمتكم المشهورة. يا سيدي شكرا وتحية ليك وهنيئا لك بهذه الثلاجة. شكرا للأخ نور الدين بن مبروك. شكرا فيصل. شكرا بارك الله فيك. ونمر الآن مش من المر للمر، بالعكس. نمر الآن للحديث عن آلة. التزمنا بتقديم آلات في برنامج الصحة شربتكم، ونحيي الأستاذ الموسيقى رئيس مصلحة الموسيقى في وزارة الشؤون الثقافية الأخ فتحي زغندة. عسلامة سي فتحي. إذا قدمنا توفيق زغندة في القانون، القانون الموسيقي مش الجنائي. ثم قدمنا واستمتعنا كما استمتعنا بتوفيق زغندة، استمتعنا الأسبوع الماضي بأنور إبراهيم. عديد المكالمات ورسائل هذا الأسبوع تشكر أنور إبراهيم على عرضه المتميز في ساحة شربتكم. الليلة نتعامل مع أستاذ ملحن، رجل موسيقى. نتعرف أولا على آلة كمانجه. بارك الله فيك نجيب. أنا سعيد بالمساهمة في هالبرنامج مع زملاء الموسيقيين المختلف في المشارق. وبعجالة آلة الكمانجه يظهر لي مش غريبة على التونسيين، معروفة من آلات المعروفة أكثر من آلات أخرى ربما نحاسية. جاتنا التونس في بداية القرن الآلة هذه، لأنها آلة في الأصل أوروبية، عربية الأصل لكن تطورت في أوروبا. أصلها هو الرباب متاعنا الذي توجد في المغرب العربي، وهو آلة وترية ذات وترين. الرباب هذاك في أوروبا شهد تطورات لبس بها، أعطى بو الكمانجة إذا كانت تحب، معناها الشكل الأولاني بتاع الكمانجة اللي تسمى فيول. فيول أكبر شوية وفيه أكثر أوتار من أربعة. والكمانجة شهد تطور خاصة في القرن 16 على يد إيطاليين، نجم أقول لك أشهرهم هو ستراديفاريوس، ومعروف عند أهل اختصاص وقت اللي تكون تقول كمانجة ستراديفاريوس معناها كما تقول ذهب 24. الكمانجة ستراديفاريوس الأصلية توصل حتى ل 50 مليون، من 20 حتى ل 50 مليون، تعتبر أكثر من قطعة صياغة. ومن الإيطاليين كذلك اللي طوروا الآلة هذه في القرن 16 هو غوارنيري. كيف كيف تقول كمانجة غوارنيري معناها حاجة خارقة للعادة، ومعروفين يعني في العالم تلقى عدد قليل يدور يعني يسلموه من أكبر كمانجتية في العالم، ملك الدولة. فبالإضافة للآلة هذه معناها صنحة وتاريخة، اتطورت من ناحية التقنية. كان العزف عليها كما كنا في تونس نعزفه هكا بالطريقة هذه، يعني مش بالشكل هذا. تطورت على يد ملحنين أشهرهم فيفالدي، باخ، موزار، كلهم كتبوا له الآلة هذه في أوروبا وطوروها من ناحية التقنية، معناها الريبرتوار أو البرنامج اللي كتبوه. ما نساوش باغانيني طبعا، باغانيني الإيطالي الشهير الذي ألف معزوفات من ناحية التقنية غاية في الصعوبة وفي كذلك مش تقنية برك بل لذة. نرجع لتونس إذا كان تسمح سي نجيب. الآلة هذه جاتنا بعد ما كانت رباب عندنا، رجعت لنا بالشكل الحالي، إذا تطورت في أوروبا وجاتنا لنحنا. طورناها على موسيقى التونسية متاعنا. تطويرها كان بتغيير التعديل، ما يعبر عنه بالتعديل، معناها طريقة ضبط الأوتار، أربعة أوتار، مش هو نفس الضبط اللي موجود عند الأوروبيين اللي هو ميلاريسول. طوعناها حسب السلم الموسيقي العربي، وخلقنا لها تقنيات تتماشى
وطبعنا الموسيقي. إذا ما نشي مقلدين بل أضفنا شيء كما التونسي معناها والعربي مش ياخو الحاجة برمتها بريطة واحد. هذا بالنسبة لتونس. في الأول كانوا يعزفوا عليها بالطريقة هذه في بداية القرن كما الرباب، لأن الرباب يتعزف هكذا. أشهر من كان يعزف على الكمانجة الله يرحمه سي طاهر السرارفي، خوسي قدر السرارفي، سي عبد العزيز جميل كان زاد موسيقي ويصنع الآلات الموسيقية، وخيلو وغيرهم. من بعد مقتل جاونا المصريين وشافوا التوانسة أن الكمانجة ممكن تعزف هكا بدلوا، وأول من بدل هو أستاذنا سي محمد التركي اللي هو كما تعرفوا عازف كمانجة، هو الأولاني اللي شد الكمانجة بالطريقة هذه. كان شدها من الأول هكا ثم بدل شدها بالطريقة هذه وزرعها في تونس وتطورت، وتطورها ساهم فيه برشا كمانجاتية نذكر منهم على سبيل المثال للحصر قدور صرافي الله يرحمه، وخاصة رضا القلعي. وذاك علاش نقترح عليكم اليوم كان تسمح بعد إذنكم كنموذج ما يكونش حديثنا طويل وممل وكلام برك، عازف اخترت حويجتين، حويجة في شكل بين الأوروبي والتونسي، وهي محاولة متواضعة عملتها كنت نقرأ، وربما تعكس تكويني المزدوج بالنسبة للموسيقى، لأننا درست موسيقى تونسية ودرست الموسيقى الأوروبية. ربما سادة المتفرجين يحسوا أنا فيها هالصنفين هذا. ثم اخترت قطعة مشهورة للكمانجة متاع سي قدر سي رضا القلعي، أولا تحية ليه، وما نجمش نتحدث على الكمانجة بدون أن نذكر بإطراء رضا القلعي اللي عرف بها وتعشهر في تونس كعازف ممتاز. إذن هذا هو تقريب في عجالة، في عجالة كبيرة طبعا، ما نجمش نعمل درس على آلة الكمانجة لأن المجال مصافحة، هاي الآلة مصافحة إذا تركبت بطبيعة الحال من هذا ومن القوس معروف، ويتحط لها ساعات هالآلة هذه الصغيرة اللي هي تخفت الصوت، يعبر عليها بالفرنسوية سوردين، مخفت الصوت باش في إذا كان فما مغني يغني وما يحبش الصوت عالي يحطوا لها هدايا هنا فيصبح الصوت خافت. تقريبا هذا سي نجيب في عجالة. احنا نحبوش تخفت صوتها الليل، لا نحبو نسمعها. نسمعها. إذا كان تسمح نقترح عليك معزوفة كنت أنتجتها توا يجي 12 سنة كنت طالب مازلت، وسميتها لونجا لأنها في شكلها هو شكل لونجا. نذكر إذا كانت تحب عجالة، شكل لونجا هو شكل تركي وفيه حركات سريعة تبرز في العادة الإمكانيات تاع الآلة. نشوفوها الآن. نشوفوها توا. Thank you.
تحيه الاذاعه الخرعي. شكرا سي فتحي. وامر اذا الى معزوفه زرزيس معروفه وهي سهله معناها من حيث التقنيه، ولكن من السهل اعتقد ان من السهل ممتنع لان جمله بسيطه ولكن معبر. سي فتحي بارك الله فيك على المساهمة معنا. المهم هو أنه ساهمنا بالتعريب ثلاثة آلات. مسك الختام في هذه الحلقة الأخيرة من ثلاثية صحة شربتكم مع ضيف الشرف في هذه السهرة الفنان العائد بصفة استثنائية لتونس وفي زيارة خاطفة الفنان شريف العلوي. إذن شريف في هذه الوصلة الختامية صحبة هذا الثلوث الهندي سنجيب، هذه يعني أيضا محاولة ثانية لهذه الرابطة بين الموسيقى الهندية والموسيقى ومعك العربية. ومعك سي محمد علي الصفاقسي. معي سي محمد علي الصفاقسي أخي في العشرة. إذن الكلمة للموسيقى الآن. يلا الموسيقى تفضل. باختصار، صياد الحنين، صياد الحنين، صياد
شمسك طلعت ايه يلا ريحك هبت هات ايدك يلا في ايدي نتوكل على الله ايه يلا ايه يلا شمسك طلعت ايه يلا ريحك هبت هات ايدك يلا في ايدي ايه يلا شوف الدنيا شمسك طلعت انت الدنيا ايه خلي بالك اللي رايح احكي جمرك ايه ايه يلا شمسك طلعت ايه يلا ريحك هبت هات ايدي يلا في ايدك بتوكل على الله ايه يلا ايه ايه يلا يا عبد الله ايه يلا ايه ايه يلا يا عبد الله ايه يلا ايه سلمى وتولد نور ترمي الكلمة في بطن الظلمة تحبل سلمى وتولد نور تحبل سلمى وتولد نور تحبل سلمى وتولد نور ايه يلا شمس علي ايه يلا ايه يلا يا عبد الله هات ايدي يلا في ايدك نتوكل على الله ايه يلا ايه ايه يلا ايه يلا يا عبد الله ايه يلا ايه يلا شمسك طلعت 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 ايه يلا ايه